السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. إن شاء الله تكونوا مزيانين، صحتكم مزيانة، أحوالكم طيبة. اليوم غنشارك معكم واحد الفيديو منوع ديال نهار الأحد. غنوجد واحد الكوتي ساهل مهلا، نصبو الحريشات المعروفين ديال الزيتون. غنشارك معكم أيضا الطريقة ديال الخياطة ديال واحد الحاجة، الغطاء ديال الناموسية اللي كيكون بلاستيك أو اللي كيكون مجموع من التحت. طريقة سهلة بزاف، اللي عنده الماكينة دغيا يصاوبها ان شاء الله. وغنشارك معكم واحد العشاء خفيف طريف ان شاء الله غادي يعجبكم، وايضا الخبز ديال الزرع اللي كيجي غزال بزاف وكيعجب كلشي، كيعجبو هذاك الخبز. فغنبداو ان شاء الله الفيديو ديال اليوم بالكوتي او الوجبة ديال العشية اللي كتكون في العشية نهار الحد، كلشي كيفيق معطل. فوجدت هاد الحريشات هادو حيت ما كانش عندي الخبز، حتى من بعد غادي نعجن ان شاء الله. فبالنسبه لهاد الحريشات هادو، كيف ما شفتوا راني خديت هذاك الزيتون اللي كان عندي مرقد في شويه ديال الثومه، الاعشاب الجافه، وايضا السودانيه او الفلفل الحار. قطعته طريفات صغيرين طبعا حيت المعظم. بالنسبه للسميده، عندي سميده رقيقه ديال الحرشه، زدت عليها واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الملحة، نصف ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلوى، وخلطتهم مزيان وضفت عليها تقريبا نصف كاس صغير ديال الزيت. الكمية ديال الزيت بالنسبة للكمية ديال الحرشة تقريبا واحد الكيلو ولا روب ديال السميدة عفوا. الزيت كيبقى على حسب الكمية ديال السميدة. كنستعملوا الكميه اللي تبسبس لنا هذيك السميده كامله، يعني تغطى ديك الحبوب ديال السميده بالزيت. من بعد غادي نجمع كل شيء بالحليب، غنبقى نخلط هكذا حتى يعني السميده كامله يعني تولي بحال العجينه. وغنبدا نشكل في الحريشات. غناخذ واحد الطاسه وزلافه بحال هكذا، غنرشب شويه ديال السميده، غناخذ كميه ديال العجينه وغنعمل فيها الزيتون من في الوسط، وغادي نشكل بحال هكذا. غير نتاكد بان الحرشات كاملين مغطيين بالسميده. صافي، غنبدا نطيبهم في المقله الثقيله اللي سخنتها. العافيه تكون شويه يعني ناقصه من الطياب ديال الحرشه العاديه باش ياخذوا وقتهم في الطياب. وهادو طبعا ممكن نقلبوهم حتى نشوفوهم طابو مزيان وتحمروا. خليت واحد الجوج، ما درت لهمش الزيتون لان ماشي كلشي كيعجبو هذاك الزيتون الكحل. غنبقى نقلبهم بحال هكذا، يعني نحس بهم صافي قطو راسهم. غنبدا نقلبهم، وطبعا هذيك المقله ما دهنتهاش بالزبده بحال عاده كنديروا معها الحرشه الكبيره. صافي، غنبدا نقاد الكوتي. حطيت لهم هذاك القلب ديال القوق اللي كنت صوبت معكم في الفيديو السابق، اللي صوبناه هكذا بالريحان، ماشي الريحان، الحبق بالثومة، وايضا بشوية ديال الحار، زيت الزيتون والاعشاب المنسمة. ايضا الزيتون صوبته معكم اللي هو هذا. الحقيقة الزيتون هذا كيجي زوين بزاف، هذاك الزيت اللي كتكون فيه كتبقى بنينة. ممكن نستعملوها نقليو بها البيض، ولا نصوبوها في خبز ديال التوست كيجي زوين. غادي نقلي البيض لان كلشي كيعجبو البيض مقلي، خصوصا فهكذا في العشية. غادي نصاوب شويه ديال البيض بالخليع وشويه غنصاوبو عادي، وصافي. هذا هو الكوتي ديالنا ديال اليوم ديال نهار الحد. بالنسبه لهاد الفكره هادي ديال الخياطه غنشارك معكم اليوم. انا متحال هادي وانا كنفكر كيفاش كيصاوبوا لهاديك الغطاء ديال الناموسيه اللي كيكون مجموع. وفي الحقيقه واخا كنتفرج في الفيديوهات ماشي بعض المرات، حاجه الا كانت معقده بزاف كان ما كنبقاش باغا نصاوبها. صافي
صافي ونلقاد الطريقة دي، ما عرفت واش الطريقة معروفة، وأكيد غتكون معروفة لأنها بسيطة جدا. المهم أنا غنشارك معكم كيفاش عملت باش خيطت هاد الغشة ديال الناموسية. بالنسبة لي أنا هذا كان صاوب فيه الكوفغلي، يعني فيه جوج ديال الطبقات هاد الثوب هذا، ومش حال هادي يعني ما بقيتش كنستعمله غير محطوط، قلت غادي نستافد منه غنصاوب منه غشاوات ديال الناموسيات الصغار ديال الدراري، واخا هو يعني فيه الورد ماشي ديال الولاد، ولكن ماشي مشكل لانهم هادو كيتحتاجوا بزاف بزاف وكيتبدلوا دائما. فخديت هذاك الكوفرلي او الغشاء ديال الكوفرلي اللي عندي. اول حاجة عملتها طبعا هذا كبير، يعني فيه كمية ديال الثوب، العرض ديالو تقريبا 1 2 متر مضروبة في جوج، والطول غيكون تقريبا 1 3 ديال المتر ولا اكثر. المهم اول حاجة عملتها هي فتحت هذاك الغطاء ديال الكوفرلي، يعني ما بقاش جوج طبقات لانه عادة كنصوبو فيه هذاك الغطاء الداخل ديالو اللي فيه جوج طبقات. المهم انا فتحته فعطاني جوج طرفة ديال الثوب، ها هو الطرف ديال الثوب، طبعا هذا راه متني على جوج. المهم القياس اللي خصكم تاخدو الطول ديال الناموسية، العرض والارتفاع، يعني شحال عالية هذيك الناموسية. هذاك الطرف ديال الثوب غناخدو فيه القياس، يعني الطول ديال الناموسية غنزيدو عليه، طبعا غادي نزيد عفوا الطول والعرض ديال الثوب غادي نزيدو عليه الارتفاع، وغنخلي واحد شوية تقريبا 1 5 ديال السنتيم زايد، يعني في حال دابا الناموسية اللي كان فيها قولوا مثلا 2 متر على 1.5 متر، الطرف ديال الثوب غيكون فيه جوج، والارتفاع ديالو نقولوا 20 سنتيم، الارتفاع ديال الناموسية، فغادي يكون الطول ديال الناموسية عفوا ديال الثوب غيكون الطول ديالو 2 متر زائد 20 زائد 5، هي 2 متر و25 في الطول، في العرض 1.5 متر زائد 20 زائد 5، المهم بحال هكذا. من بعد ما ناخذ القياس ديالنا غنطويو هذيك القطعه ديال الثوب على 4 كيف ما كتشوفوا هنا، انا طويتها على 4، وغادي نقطعوا واحد المربع اللي هو الارتفاع ديال الناموسيه زائد هذيك 5 ديال السنتيم، يعني غنقطع واحد المربع فيه 20 عفوا 25 على 25، وغناخدو الاركان ديال الناموسيه اللي هما هاد المربعات اللي قطعنا وغنخيطوهم، يعني غنلاقيوهم فحال هكذا بالماكينه. طبعا يعني طريقه سهله بزاف بزاف، فانا غنوريكم في الماكينه. غادي ناخد هادوك المربعات اللي قطعناهم وغادي نلاقيوهم بالماكينه. طبعا نراعي ان الوجه ديال الثوب ما تبانش فيه الخياطه، يعني غنخيطوه للداخل، ومنين نبداو نخيطو ونساليو نرجعو للور، يعني نبركو على هذاك البوطون اللي كيخيط، يعني كيكون الماكينه كتمشي للامام ملي كنتكيو عليه كيرجع للور في البدايه وفي النهايه باش ما تقطعناش او ما تفتحش هذيك الخياطه. غنكرر العمليه بالنسبه الجهات الاربعه كيف ما كتشوفوا، هادو هما المربعات اللي قطعناهم خيطتهم بربعه بيهم، يعني كيعطيك مستطيل طويل وفيه هادوك الركينات ديال الناموسيه مقطعين فحال هكذا ومخيطين. الخطوه الثانيه اللي هي سهله بزاف، غناخدو هذاك النهايه او الطرف ديال الثوب اللي ما مخيطش اللي هو هذا، غنتنيوه سنتيم، ومن بعد غنتنيوه 3 ديال السنتيم بحال هكذا. هنا فين غندخلو لاستيك طبعا، يعني غنتنيو سنتيم ومن بعد 3 ديال السنتيم او 4 ديال السنتيم، المهم اللي بغيتو. ما نساوش نخليو واحد الفتحه في الاول اللي غندخلو منها هذاك لاستيك، فضروري نخليو تقريبا 1 5 ديال السنتيم ما نخيطوش، وغندورو الخياطه على القطعه ديال الثوب كامله
يعني كيف ما قلت لكم غنطويه جوج المرات، الطويه الاولى فيها سنتيم والثانيه 3 او 4 ديال السنتيم، باش يبقى فين ندخلو هذا كلاستيك كيف ما قلت لكم. نحاولوا ناخذوا الوقت ديالنا في الخياطه باش ما يجيناش داك الشعوج، المهم هادشي كله راه ما غاديش يبان، غيكون لتحت، ولكن باش تجي يعني الخياطه مقاده. فغنكمل كيف ما قلت لكم الدوره كامله ديال الثوب. من بعد غناخد واحد لاستيك، ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه، احنا في المغرب كنقولوا له لاستيك، اللي هو هذاك الخيط المطاطي، المهم غادي تشوفوه. فهذا هو القطعه ديال الثوب كامله، وبقات طبعا هذيك الفتحه اللي قلت لكم في الاول. غناخد واحد الفنيته تكون كبيره باش يعني ما تفلتناش، هذه الطريقه هذه راها معروفه، كنقبطوا هذاك لاستيك بالفنيته وكندخلوها في هذيك الفتحه باش ندوزو منها لاستيك بحال هكذا. كنبقاو بشويه بشويه حتى كنكملوا الدوره كامله، ونحاولوا ان القطعه ديال اللاستيك تكون تقريبا اقل شيء تكون النصف ديال الدوره ديال ليزار كامل، باش ما يجيش صغير بزاف، ومني تكونوا كتصاوبوا به هذاك الناموسيه يعذبكم. ففي الاول قيسوا شحال ديال اللاستيك عندكم، الا كان عندكم شي طرف صغير خيطوا جوج مع بعضياته ماشي مشكل، المهم هو انه يعني يكون على الاقل نصف الكميه او نصف الطول ديال هذاك ليزار. صافي انا دوزته كامل. بالنسبه للبدايه والنهايه ديال هذاك لاستيك غنحاول انني ندوزهم بالماكينه، نخيطهم باش ما يتقطعوش، او الا كنتم مزروبين او عجزتم ممكن غير تربطوهم بحال اللي كيديروا الناس ديال شحال هادي. وطبعا غادي نسد هذيك الفتحه اللي خليتها باش دخلت منها لاستيك اللي كتشوفوا هنا. صافي وهكذا غيكون تخيط هذاك ليزار اللي كيكون مجموع من التحت. انا غنوريكم الشكل ديالو هنايا، يعني ما قديتوش مزيان، ولكن المهم عندكم عطيتكم فكره كيفاش كيجي، كيجي مجموع من التحت وما كيبقاش يتحيد. كنتمنى هذا الفيديو هذا او هذه الفكره هذه تنفعكم، خصوصا السيدات اللي عندهم الماكينات في الدار، راه سهل سهل بزاف انك تصاوبوا بهذه الطريقه هذه. غير خذ القياس ديال الفراش وصافي، قطع هذوك المربعات جمعهم ومن بعد دوز لاستيك. صافي بالنسبه للعشاء غنعمل واحد الطاجين ديال الكفته، وغادي نعجن واحد الخبيزات ديال الزرع. بالنسبه لهاد الخبيزات هادو فيهم غير الطحين ديال الزرع، عندي هنا تقريبا واحد الكيلو ونص ديال الطحين ديال الزرع، غنزيد له واحد جوج معالق كبار ديال النخاله او ملعقه كبيره، المهم اللي بغيتو نتوما. غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال العسل، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نجمع هادشي كله بالماء دافي. هادو هما المكونات اللي كنستعمل دائما في الخبز ديال الزرع وكيجي زوين بزاف. جربوا هاد الطريقه واخا هي طريقه معروفه، تقريبا كلشي كيعجن بهاد الطريقه هادي. معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز او على حسب الكميه ديال الطحين والحراره ديال الجو، معلقه صغيره ديال العسل، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، والماء دافي. هادو هما المكونات ديال الخبز. اول حاجه كندوبو طبعا هذيك الخميره، وصافي كنبقى نزيد الماء وكنعجنها بالعجانه، كنبقى نزيد الماء بشويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون كتلصق في اليدين. ضروري ما تكون شويه مرخوفه باش ما يجيوناش الخبيزات يابسين. خليت الخبز كيتعجن تقريبا واحد 4 ديال الدقائق، يعني كتحسوا به يتعجن مزيان. صافي هذا هو القوام اللي بغينا. غناخد شويه ديال الماء وغادي نزيدو من الفوق باش ما تنشفش هذيك العجينه من الفوق. غنغطيها ونخليها تخمر تقريبا واحد نصف ساعه على حسب الحراره ديال الجو، ربع ساعه، ثلث ساعه، نصف ساعه. حنا عندنا الجو شويه بارد باقي، او هاد الايامات شويه بارد، فغادي نخليه تقريبا نصف ساعه.
من بعد ما يعني كيف ما كتشوفوا راه طلعت شويه الخميره مزيان، راه هو ما نخليوهش يخمر بزاف بزاف، الا خمر بزاف راه يعني هذاك الطحين بحال اللي ما كيبقاش، كيجيو هذوك الخبيزات في شكل ملي كنطيبهم ما كيجيوش زوينين وكيجيو كارمين. فغادي نستعمل انا النخالة باش غادي نقاد هاد الخبيزات هادو، حيت العجينة راها كتلصق. اول حاجة غنشكل الكرات ديال الخبيزات، انا غنصاوبهم غير صغيورين، ممكن تصغروهم اكتر من هكذا الا بغيتوهم هكذا للفطور ولا للكوتي. عطاوني ماشي تقريبا، عطاوني بالضبط 12 خبيزة صغيرة. فمن بعد ما شكلت العجينة فحال هكذا غنصاوبهم على شكل كرات. غادي نبدا هنايا نشكل في الخبيزات. بالنسبة للاطات اللي غنطيب فيهم الخبز هما اللي غادي يخمروا فيهم، يعني غيخمر فيهم الخبز مباشرة. فعندي اللاطات ديال الفران محطوطين حدايا وغطيتهم بهذاك الورق ديال الطبخ، وغادي نقرص الخبيزات ما يكونوش غلاط وفي نفس الوقت ما يكونوش رقاق بزاف، وغنستفهم في اللاطه. ما غاديش نغطيهم لان دابا يعني مش هذاك البرد القاء ديال الشتاء. غندخلهم الفران اللي مطفي، نخليهم حتى يخمروا تقريبا واحد الساعه على ما وجدت العجه او على ما وجدت العشاء، ونطيبهم يكونوا واجد الخبز باقي سخون باش نحط العشاء. فكيف ما قلت لكم دخلتهم الفران وخليتهم يخمروا. بالنسبة للوصفة ديال العشاء غنصاوبوا طاجين ديال الكفتة. هذا الطاجين هذا كنت شريته انا وبا الله يرحمه، كنت مشيت عنده لطنجة البالية فين كان ساكن، وفي هذاك الوقت كان ساكن تما، خرجت انا وياه وخدينا هذا الطاجين هذا، فهو عزيز عليا دايما. كنتفكر الوالد الله يرحمه ويوسع عليه. فبالنسبه لهذا الطاجين ديال الكفته غنستعملوا فيه مطيشه طريه. عندي هنا تقريبا واحد 6 ديال الحبات ديال المطيشه اللي قسمتها على جوج، وغنحاول نحيد من هذيك الزريعه والماء اللي زايد. ومن بعد غادي نحكها مباشره في الطاجين في الحكه الرقيقه. ممكن تقطعوهم هكذا بالموس طريفات صغيورين، غير هما ما طحنهمش في الطحانه ديال الضو لانهم غيطلقوا الماء بزاف وغيولي هاد الطاجين هذا مياه بزاف. فغنحكهم في هاد الحكاكه هادي. نزيد عليهم جوج فصوص ديال الثومه وزيت الزيتون على حسب الرغبة، ممكن تكتروا أو تقللوا على حسب الرغبة ديالكم. بالنسبة للعطرية غادي نعمل الملحة، الكمون، غندير شوية ديال السكنجبير وشوية ديال الخرقوم، ما غاديش نكتر منهم، والتحميرة غادي نكتر منها شوية. ولا عندكم الابزار زيدوه او الفلفل الاسود. انا في الحقيقه ماشي ما بقاش عندي هذيك الحال الطحانه خاويه، خصني عاد نعمرها. وغادي نحرك هاد العطريه هادي مزيان مزيان مع مطيشه، وغنعملها فوق البوطات تقلى. وفي نفس الوقت غنقاد الكفته اللي هنايا نسيت، ما عنديش القزبور المدنوس، فعملت غير شويه ديال الزعتر يابس حكيته. بالنسبة للكفتة عندي تقريبا هنا واحد نص كيلو ناقص شوية، غنزيد له غير الملحة والكمون فقط، وغادي نخلطه مزيان مزيان، وغادي نشكله كرات. ملي غتكون تقلات هذيك مطيشة غادي نزيد عليها هاد الحبات ديال الكفتة، نخليهم يطيبوا في هذيك لاصوص. بالنسبه لهاد المطيشه هادي الا سديتو على الطاجين يعني غطيتوه راه غادي تطلق الماء ديالها، الا ما غطيتوش ما غاديش تطلق الماء ديالها، غتولي هكذا خاطره. المهم نتوما الا بانت لكم ناشفه بزاف زيدوا واحد شويه ديال الماء، ماشي بزاف، شي جوج معالق.
وصافي. هي اصلا ما غتحط هاد الكفته تما وغتغطيه، راه حتى الكفته راه غتطلق الماء ديالها، يعني ما تكتروش. من الاحسن تنسم غير بهذيك الصلصه وبالتوابل. غنصاوب واحد السلطه، السلطه المغربيه المعروفه ديالنا. قطعت واحد الحبه كبيره ديال البطاطا كتك مربعات. بالنسبه للسلطه المغربيه راه فيها طبعا معروف مطيشه، الخيار، واحد الحبه ديال الفلفل الاخضر، البصله اللي كيتقطع كل شكل طريفات صغيرين وكيتخلطوا. بالنسبه للفينيغريت ديال هاد السلطه هذه راه سهله. اول حاجه راني خرجت الخبز من الفران، شعلته تسخن مزيان، صافي الخبز راه خمر. غادي ندير فيه هكذا تقيبات في الوسط وغندخلو يطيب. بالنسبه للفران انا كنشعل الفران على يعني اكبر درجه حراره ممكنه، وكنعمل هذا الخبز هذا في الوسط، يعني حتى كيسخن الفران مزيان، وما كنخليهش بزاف، غير كيبان لي يعني تحمر شويه صافي كنخرجو باش ما كيجيش يابس. كياخد تقريبا واحد ما كاملاش حتى 10 ديال الدقائق. بالنسبه لهذيك السلطه غنزيد فيها العصير ديال الحامض، الملحه وزيت الزيتون فقط، راه كتجي لذيذه بزاف. وايضا هاد السلطه هذه كلشي كتعجبو الكبير والصغير. صافي دابا غيكون العشاء ديالنا تقريبا راه وجد. الطاجين راه تقريبا طاب، ماشي تقريبا طاب، راه طاب. كيف ما شفتوا هذيك الكفته راه كطلق شويه ديال السوائل، ولكن من بعد ملي كنطفيو على الطاجين راه معروف هذيك شويه كيتبخر، شويه ديك الكفته كتعاود تشرب هذيك السوائل، فواخا يبان لكم هكذا شويه مياه راه ما يبقاش بحال هكذا. غنزيد هذيك البطاطا في الوسط، الا عندكم شويه القزبر زينوا به شويه باش كتجي هكذا شويه الخضوره زوينه. وصافي هذا هو العشاء ديالنا، طاجين ديال الكفته بالبطاطا والسلطه المغربيه، كتجي لذيذه بزاف وكلشي كتعجبو. كيف ما قلت لكم هذه السلطه هذه حتى واحد ما كيقول لها لا. والخبز ديالنا ديال الزرع، هاد الخبيزات هادو كيجيو زوينين بزاف. الا بغيتو تصاوبوهم للفطور او الكوتي صغروهم كتر من هكذا. انا صاوبتهم يعني ماشي كبار وماشي صغار، يعني فرديين. المهم غنحطهم في الطبق وغادي نحط العشاء. واخا دابا راه كيبان لكم الضوء ديال النهار باقي، لكن دابا تقريبا راه تسعود، فايته تسعود. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله نتلقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.